الحقيقة الأفلام وثيقة هامة جدا 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 لحفظ التراث، الفيلم، لأن إحنا الأغاني دي كلها بتتكرر مع إذاعة الأفلام وإحنا نفسي بنحب والله القنوات الأفلام. تفضل تذيع في الأفلام دي طول والأفلام الوقت. الأبيض وأسود كلنا عندنا هذا السحر. طب قولي لي إزاي أبقى طالعة في بيت فني وكله أدب وكتابة وفن وبعدين أروح للطب؟ يعني عارفة مش لايقة خالص. مش لايقة، بس لايقة ليه بقى؟ لأن وبنت. أنا والدتي أكاديمية، والدتي أستاذة جامعة يعني، وعملت الدكتوراه مش يعني، طب منزل يعني. لا 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 خالص، مش بقول لك سافرت عملت انا قلت سافرت الماسترز، واتجوزت بقى ورجعت. لا 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 لا، دي رجعت واشتغلت، هي كانت استاذ في كليه عين شمس، جامعه عين شمس، ولما رجعت كملت الدكتوراه، وماما زمانها جايه اتعملت وهو استاذ في ايه بقى؟ كانت ايه؟ اللي هي اداب انجليزي اصلا، وبعدين تخصصت في التربيه وعلم النفس. اوكي. ولما كانت بتعمل الدكتوراه بتاعتها وتاخرت يعني مع المشرف، فبابا كان هو اللي قاعد بحسام اخويا وبيهز العربيه بتاعته، وكانت ماما زمانها جايه، هو قاعد والله بيدندن ماما زمانها بجد جايه بيقول له كده، كلنا بنقول هو عمل الكلمات كل دي. اغاني العصر اللي فات ان شاء الله. فكلم الاستاذ محمد فوزي لانهم عملوا سوا قبل كده ذهب الليل، اوكي. فقال له ايه رايك، انا كنت بهز ابني مستني مامته، فبقول له ماما زمانها جايه. وبابا كان له طريقه ان هو يدندن اللحن كده، يعني مش يدندنه بس زي ما تقولي بيغنيه ببساطه يعني. فقال له اكمل ونعملها، قال له يلا كمل. فكان انا عمل ماما زمانها جايه اللي يقال انها اتسجلت واتصورت في بلكونه الاستاذ محمد فوزي على المرجيحه دي. كانت اكاديميك جدا، استاذه جامعيه عندها كارير كبير، فكانت هي الحقيقه اللي كانت يعني لو يعني هي تسيبينا. اثرت عليكي اكتر؟ طبعا هي كانت عايزاني ابقى دكتور، وانا كنت سعيده ان انا بحقق لها هذا الحلم، لان اخواتي الاثنين دخلوا طب اسنان، فكانت فرحانه بيا قوي لان انا جبت مجموع كبير جدا في الثانويه العامه. يعني بالرغم من قربه ليكي ما عرفش يقنعك انك تروحي؟ ما حاولش على فكره، ما حاولش. لا لا لا، ما حاولش، عمره ما اثر علينا ولا حاول. وما حدش فيكم خد خالص الهوايه دي؟ يعني لما بتيجي ما تعرفيش؟ لا، انا اعتقد ان انا بكتب معقول يعني، وبكتب حتى حاجات كده قصص صغيره، وبكتب خواطر يعني. متهيألي انا حتى ساعات اقول انا اعتكافي على شغله لمده 5 6 سنين، حاسه ان هو رب عندي حس فني من غير ما احس، من غير ما احاول. بقيت لان انا نفسي بقيت عارفه وانا بقرا الكلمات بتاعته، يعني الاغنيه اكون عارفاها كويس وحافظاها، بس لما اجي اكتبها وراجعها وكده اكتشف حاجات اقول الله ايه ده، ازاي ده ما كنتش واخده بالي منه. عارفه تسترايكني كده حاجات انها قد كده جميله، لكن انت وانت بتسمعي الاغنيه بتتوه على فكره. يعني مش شرط تكوني، لازم تكوني قاعده مركزه قوي تقريها. لما تتقري ككلمات في حاجات اجمل كتير، عشان ما فيش صوره وما فيش لحن بالظبط، الحاجات دي بتلهيكي شويه عنها. فانا حاسه ان انا خدت منه دروس بدون ان احاول يعني. الصوره اللي مختاراها للكفر دي اشمعنى؟ بصي، هي كانت صوره له في خلال استوديو، وهو يعني هيكمل تصوير حاجه او كتابه حاجه في الفوازير، فقاعد بيفكر. لا، انا حاسه ان هو في عز تفكيره وفي عز انغماسه في الفكره اللي في دماغه يعني، عارفه مركز جدا فيها، هو مش نايم. صورة معبرة قوي جدا يعني. وانا عشان كده عجبتني. هو بيفكر ولا سرحان ولا زعلان؟ لا، هو زي ما تقولي منهمك في فكرة كده مستولية عليه. هو كان يحب التصوير وعنده صور كتيرة قوي، كان الأستاذ مصور كبير جدا اسمه حسين بكري، يعني أغلب الصور هو مصورها له. فكان عندنا صور كتير جدا، وصور بوشه يعني، وهو كان وسيم ووجيه قوي. بس أنا ما كنتش عايزة أحط على الغلاف صورة كده، كنت عايزة أحط صورة حاجة أرتستيك يعني، الفنان أو المؤلف وهو غرقان في فكرة بيطاردها وبيفكر فيها لسه. في حد مهتم إنه يشتري الكتاب يعني عمل مبيعات؟ بصي، أنا معرفش عمل مبيعات ولا، أنا آخر حاجة عرفتها إن ديوان كانت عايزة تروح تاخد كتب، قالوا لها خلصان. أنا شخصيا احنا بنقول للناس إن ده عاشق الروح، مختارات من أعمال الشعر الكبير حسين السيد. تخيلوا بقى إن يبقى فيه كل ده الجزء الاول بقى كمان يعني لسه
الجزء الاول ده كل اللي مع حضرتك ده حوالي 700 صفحه، ده الاغاني الدينيه والاغاني العاطفيه. اوكي. طبعا العاطفيه لانها الايه ما فيهاش الخفيف بقى ولا الفوازير، لا ما هو كتير جدا يعني. تخيلي ان ده 700 صفحه وفي دول بس ومش كلهم. اشتغل كام سنه؟ هو بدا سنه 40 وتوفى 83، اشتغل 43 سنه. 40 سنه بس. زي ما بقولك الفتره اللي كان فيها غزاره جدا جدا كانت فتره الافلام. لان الفيلم الواحد كان فيه اربع او خمس اغاني. أوكي. وكان عندك مين الابطال؟ فريد الاطرش، عبد الحليم، ليلى مراد، نجاه، شاديه، عبد الوهاب. فكانت الافلام دي كل فيلم مش اقل من اربع خمس اغاني. أي. مثلا. وبعد كده جت افلام فيها ثلاثي ادوار مسرح، يعني الفيلم كان هو الوحيد اللي كان موجود المجال. ايوه. لا طبعا في، لا في طبعا شعراء جمال جدا، استاذ مرسي جميل عزيز، استاذ مأمون الشناوي. كل دول يعني لهم باع طويل في المجالات دي. بس بالنسبه له وبالنسبه لهم كانت الافلام الاستعراضيه والغنائيه هي كمان النافذه اللي بيطلع منها. لانه غير كده مثلا الاستاذ عبد الحليم بيعمل حفله اللي هي في الربيع مثلا، هينزل فيها باغنيه او اتنين وبيغني بقى الحاجات الصغيره. بقى اياميها كان يعني بيتقاضى فلوس كتير، يعني كان يعتبر بقى غني يعني. احنا كنا عايشين مرتاحين، ما اعرفش بقى كان بيتقاضى كام. لا يعني بعد كل الاعمال دي ما كانش مثلا من الاثرياء وكده؟ لا اصل بصي اقول لك حاجه، بابا ما كانش اصلا معتمد على التاليف، ده كانت هوايه والله خالص. كل ده هوايه؟ طبعا. يعني هو اول ما دخل، اولا يعني جدي ما كانش عايزه، يعني جدتي هي اللي كانت بتساعده. أوكي. في انه ينمي هذه الهوايه. لكن جدي كرجل صارم جدا، يعني هو كان يقول ان جدي كان شديد جدا عليه. على قد ما جدتي بتدلعه، على قد ما جدي كان شايف ان هو كده لا لازم يطلع راجل، فكان عنيف معاه يعني. أوكي. قاسي ساعات. كان جدي ماسك توريد الأغذية لهيئات حكومية ومستشفيات وهيئات عسكرية، وزي ما يكون كان عايز بابا يكمل في هذا المجال، فدخله كلية التجارة. بعد سنتين من الكلية جدي توفى فجأة. فحتى هو كاتب في ضمن حاجات، كاتب زي ذكريات كده، فكاتب بيقول كأنه كان عارف إن ده هيحصل وبيمهدني، عشان كده كان بيقعدني مع التجار وبتاع. لان انا في يوم وليله جت والدتي وقالت لي يا حسين انت لازم تكمل شغل ابوك. فقال حسيت ان كل احلامي اجهدت. كان ايه بقى شغل ابوك؟ التوريد للهيئات الحكوميه وهيئات من الجيش. يعني مثلا مستشفيات عسكريه وكده. فكان الحقيقه هو كان زي ما يكون محتكرها. ففضل يكمل في كده لغاية أواخر الخمسينات، وهو بيشتغل في ده وهو ده مصدر رزقه. يعني الهوايات دي أو الشغل كمؤلف دي جت حاجة جانبية بعد ما نجح. كان بيلاقي وقت لكل ده؟ مش عارف، أنا كنت ساعتها فعلا صغيرة. يعني بعد ما جت فرصته في يوم سعيد دي اللي دخلته تاني. يعني هو ساب فكرة انه يبقى مؤلف. صغيرة ولا؟ نعم. اتوفى حضرتك؟ لا 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 لا، هو توفى سنة 83، انا كان ساعتها عندي 22 سنة مثلا. لا. فلكن هو لما وقت لما جدي توفى ساب بقى الهواية دي خالص، ما فكرش فيها. لما رجعت له فكرة ايه؟ انه يتقدم ليوم سعيد، عايزين وجوه جديدة. فرجع تاني قال طب ما ابتدي اشوف كده. هو مش عايز يمثل بمعنى التمثيل، هو قال لك انا شكلي يؤهلني اني اكون ممثل، فاذا نجحت والله خير وبركه، يبقى ساعتها ارجع ابتدي اكتب وانا ممثل هيقروا لي. شكله ينفع. فلما ده حصل بقى ابتدت الهوايه تبان تاني في وسط شغل. الى ان يعني شغله ده توقف لانهم بداوا يعملوها في صوره مناقصه. يعني ايه؟ وده صح طبعا، يعني ما يبقاش واحد محتكر، ما يبقاش هو بس بيشتغل. لكن هو كده فقد المصدر الاساسي بتاعه. يعني بعد ما كان الهوايه دي فوق البيع اصبحت الهوايه دي هي الشغل، هي الحرفه. اوكي. يوم ما توفى حسيتي بايه؟ كان يوم صعب جدا لان انا اللي اكتشفت. هو كان في مكتبه كالعاده، كنا هنتجوزنا. مش مريض ولا اي حاجه؟ لا خالص خالص.
بس قبليها بيومين بيشتكي من المرارة اللي هي بتيجي من يعني عسر هضمه وحاجات زي كده، حاجة عادية خالص يعني. فجوزي كان 67 سنة صغير وما كانش عنده حاجة على فكرة، يعني عمري ما سمعت ان بابا عنده سكر او ضغط او كده، هو طبعا كان بيشرب سجاير كتير، مدخن لكن فبيشتكي من عسر الهضم وبتاع. فيسري جوزي قال له يا انكل نعدي عليك يوم السبت ناخدك لدكتور يشوفك ينظم لك الاكل والهضم وبتاع. فجينا نازلين انا وجوزي يوم السبت نروح له العيادة، هو مكلمني الساعة 4 انت جيالي يا حمدوتة، وكان يسميني حمدوتة كده وانا مستنيك. فروحنا طلعنا كده، هو بقى نقل في عياد مكتبه في ميدان الاوبرا، حضرتك عارفه الادوار عاليه قوي والشبابيك بشرعه ازاز كده. فطلعنا والنور والع، قعدنا نضرب جرس مفيش حد بيفتح. والله انا على طول خفت، على طول جالي هلع. ويسري يقول لي ايه في ايه، يمكن بابا نزل. قلت له لا، بابا عارف ان انا جايه مش هينزل، ولو نزل هيسيب لي ورقه حطها لي في الباب ويقول لي ويسيب المفتاح وراها زي ما ساعات بيعمل. في حاجه حصلت طبعا، هو يعني يسري حاسس ان انا اوفر دوينج ات، يعني إن ايه يعني جرى ايه يعني. وبعدين الحاجه الثانيه اللي يمكن تتحكي عليها بس هي حقيقه صادقه جدا، هو كان عنده بغبغان مربيه في العياده والبغبغان ده بيتكلم بصوته. طبيعه البغبغانات انها لو سبتيها لوحدها ها يكش كده وينام يعني. البغبغان بيتكلم، عمال يتكلم يعني زي ما يكون. قلت له البغبغان شايف بابا جوه وبيكلمه طبعا كل ده، ويسري شايفني بألف وواهمه يعني. والله جالي، قلت له اكسر الباب اكسر الباب، كسر الشرعه، لقينا بابا راقد في الارض والبغبغان في القفص فعلا بصيت له عمال يكلمه. كان جاله بقى جلطه دماغيه، اتصلت من غير حاجة ولا أعرف. الألم والله على المكتب مفتوح، يعني كأنه كان في وسط ما هو بيمشي بيتمشى، هو كان دايما يتمشى هو بيكتب يعني. الحمد لله هو كلمني الساعة 4 وأنا كنت هناك الساعة 6، حصلت في الوقت ده. اتصلت طبعا بإخواتي حسام وحاكم، جم دخل العناية المركزة. بصي طبعا كان الإحساس بالفقد المفاجئ ده يعني، وزي ما بتقولي هو كان الحمد لله صحته كويسة، مع انكم دكاترة بس يعني. لا بس حاجة كانت صعبة جدا 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 يعني. الحاجة الوحيدة اللي هونتها عليا انه كان الدكتور ساهر هاشم ربنا يمسيه بالخير هو اللي متابع الحالة، فكان قايل لنا يعني ان هو طبعا ادى حاجات للسيوله وكده عشان يذيب الجلطه، بس قال لو تعافى منها هتترك ديفكت، هتترك حاجه. انا ما كنتش اتخيل ان بابا ما ينفعش يعيش وهو لا يعني مش شخصيته، ولا قادر يكتب مثلا او ولا قادر او مثلا يتاثر النظر او تتاثر الحركه. في ناس ما ينفعش يعني، ربنا بيحمل كل انسان قد طاقته. صح. دي مش كان ما كانتش هتبقى افتح، انه راح وهو سليم يعني، يعني ما كانش هيقدر. والحمد لله طبعا برضو انها حاجه ما خدتش 48 ساعه يعني، ما طولتش عليه. الانسان دايما يتمنى ان هو ايه لو في نهايه ما تكونش بطيئه وما تكونش فيها تعذيب لنفسه واللي حواليه يعني. صح. حضرتك متزوجه طبعا من طبيب مشهور دكتور يسري الهواري، منين بتلاقي الوقت انك تشتغلي وفي نفس الوقت بقى تكتبي الموضوع ده، وفي نفس اكيد حضرتك ام برضو طبعا الحمد لله جدة بالظبط. بتعملي ايه يعني؟ والله بصي ما زي ما قلت لك انا ابتديت في الكتابه لما الجانب العملي او الشغل والدراسه كان خف بقى، خلاص كنت اديت مهمتي في المجال ده يعني، خلاص الحمد لله خلصت ماجستير ودكتوراه وترقيات، دي كلها حاجات متعبة جدا عندنا. أيوة. بتعملي بيبرز وبتعملي، فده يعني انتهيت منه، ابتديت بقى افتح. كان بقى عندي وقت لان هي الدراسة والابحاث هي اللي كانت بتستنزفنا يعني. لكن ما فيش شغل بتروحيه كل يوم؟ لا بروح، كنت يعني دلوقتي طبعا طلعت على المعاش، بس كنت بروح الشغل 4 ايام مثلا في الاسبوع الصبح، بس انا عمري ما حاولت ابقى عندي عياده خاصه.
ما فكرتش ما عملتيش معمل مثلا، انا ده شغلي ومجالي. ليه؟ لا، لاني شفت جوزي، شفت جوزي علشان يبتدي ويكون اسمه ويكون كارير طبي بمعنى ان حاجة خاصة، شفته ما بيقعدش في البيت. فانا قلت طب دي العيال دي بقى مين اللي هيربيها؟ يعني فعلا اتخذت هذا القرار من اول جوازي، مش موظفة بس، ان انا اشتغل في مكان امارس فيه الطب وابقى ماسكه بشتغل وعندي المعمل بتاع الشغل. وكنت انا بتعملي رسالتك من غير ربح يعني، ومن غير بالظبط اللي هو الشغل العادي. انا في معهد محترم جدا، معهد يدور بالهارس للابحاث، ولما كنت في الاصغر سنا كنت بمسك العياده وبنمسك الشغل وكل حاجه. في حاجه حكوميه اشتغل للساعه 3 بس، عشان في اولاد في البيت. لزوج حضرتك كده في ويك اند بمعزب. لا، كان زمان يعني في الوقت ده لما كانوا الولاد صغيرين، هو اليوم كان فيه بركه شويه، ما اعرفش ازاي يعني. يعني كان يسري بيرجع الظهر وينام ساعتين وبعدين يرجع ينزل تاني العياده. بس الظهر ده ما بيبقاش فيه وقت يعني. لا بس كنا بنتقابل وبنتغدى وكل حاجه. ولما بيجي بالليل ما كانش يعني، هو الفتره الاولانيه كان بيخرج الصبح وبالليل بس، يعني كان في سيستم انه يرجع الظهر. ما كانتش المواصلات بقت سيئه قوي كده يعني، بعد كده بقت ايه، بقى يعمل وان شوت يعني، يكمل اليوم كله ما يرجعش غير الساعه 9 او 10 بالليل. ولاد حضرتك اطباء برضه؟ ابني دكتور اسنان، وبنتي لا بتشتغل في الانتيرير ديزايننج. اخيرا في حاجه فنيه. ايوه لا دي فنيه قوي. وبتعمل ديزاينز لسيراميك وحاجات كده يعني. عندها الحس الفني يعني. لسه هقول لك، مفيش حد خالص اخذ منه الحس الفني ده يعني، ولا في الاحفاد ولا في الاولاد ولا والله في يعني. ابن اخويا عندي ولاد حكم الاثنين، واحد في التصوير يعني مصوراتي رائع، حسين الدار محمد، وحسين بيحب يعمل افلام بالليجو يعني، عنده حاجه لذيذه قوي فنيه. احمد ابني وان كان في طب اسنان، ولكن حضرتك عارفه التركيبات والكراونز وكده، عايزه دقه في الايدين. وحتى عشان كده يمكن اخواتي الاثنين اسنان، دي برضو حاجه يعني مش سهله يعني، بتبقى عايزه نظره فنيه وهاندلنج كده بالايدين بطريقه كويسه. بتتمني ان الكتاب ده يعمل ايه يعني؟ بتتمني ان كل الناس تقراه؟ بتتمني ان هو يبقى جزء اول وتاني وتالت؟ هم فعلا حاليا جزئين، في جزء تاني ما زال موجود في الهيئه العامه، خلاص اتراجع وان شاء الله ينزل خلال شهور. فانا بصي الحمد لله حققت الحلم، لان الكتاب وثيقه حافظه طبعا مهما عملت يعني. انا كنت عامله له موقع على النت قبل ما نزل الكتاب بسنتين، عشان اعماله ما تروحش يعني. لما كنت لسه مش عارفه انشر، لان انا ما عنديش درايه، وكنت مصممه ان الكتاب يتنشر في جهه حكوميه مصريه يعني. والله انا مش ببالغ لو قلت لك ان في ناس وربنا يكرمهم يعني من الخليج او من السعوديه يعني، عرضوا انهم يعملوا هذا الكتاب. احتراما وتقديرا لشغل الوالد، بس انا يعني مع تقديري الكبير جدا قلت لا، يوم ما حاجه تتعمل لبابا تتعمل من بلده يعني، مش بعد ده كله يجي التكريم من جهه مش مصريه، ما منفعش. فلما الهيئه العامه الحمد لله قابلتهم، وكانت الاول الدكتوره سهير المصادفه كانت هي رئيسه الهيئه قبل، بعد كده جاء الدكتور هيثم الحاج، فربنا يخليهم هما الاثنين كانوا يعني شجعوا هذا الاصدار جدا. فكنت يعني انا سعيده بيه وسعيده بشكله وسعيده انه عارفه حضرتك هو الحاجات دي مدعمه جدا من الدوله. طب فالكتاب سعره 60 جنيه ده تراث. فهو لا يعني انا كان يهمني، لان في جهات تانية خاصه مش هضحك عليكي انا ما كنتش اقدر يعني اكلفها انا، وفي نفس الوقت كانت هينزل الكتاب بسعر عالي وانا ما كنتش عايزه كده يعني. انا كان نفسي يعني الى حد ما الناس تقدر تشتريه يعني. احنا الحياه صعبه، مين اللي هيروح يدفع في كتاب 150 و200 جنيه يعني. فانا يعني وحضرتك شايفه الاصدار محترم جدا، النسخه جميله والورق حلو. فانا كده حسيت ان انا حققت له الحلم. ونمره اتنين، يعني اي حد عنده يعني رغبه يعني لما يفر في الاغاني هيعرف هو كتب ايه.
هياخد فكرة سريعة جدا، علشان المؤلف والملحن الحقيقة حقهم مهضوم. يعني احنا دايما نسمي الأغنية باسم المطرب، ما نقولش خالص مين اللي كاتبها خالص. حتى البرامج اللي معتمدة على الأغاني اللي فيها مسابقات الأصوات وكده، يجي مثلا حد هيطلع يغني مثلا أنا قلبي دليلي، ما طب يا جماعه مين اللي كاتبها ومين مؤلفها يعني، صح. ومين ملحنها؟ هي مش اغنيه ليلى مراد فقط، الناس يعني طبعا. وعلشان التواصل يعني، اذا كنا احنا ده حتى ناس في زماننا انا يعني برضو ما عندهمش الحس ده انها تسال، ان الواحد يسال ده مين اللي كاتب ده، فما بال بقى بالصغيرين. فيعني من حقهم، ما فيش حد بيقول لك مثلا فيلم حلمي، فيلم محمد، ما حدش بيقول اخراج مين او مين. طبعا ولو ان الحكايه كلها تيم ورك، ومن غير كل الاطراف مش هيبقى في نجاح يعني. طبعا. فطبعا انا سعيده جدا بيه، وسعيده لان انا عامله فيه حاجه مختلفه بعض الشيء عن الدواوين العاديه. يعني هو طبعا ال 80% منه الاغاني، لكن في الاول طبعا هنا في الجزء ده انا حطيت زي خلفيه عن حياته وبداياته، وعشان الناس تعرف نشأته وحياته ابتدت ازاي. وبعدين في مثلا افرضي لو النسخة دي فيها لا تسيه فيها مثلا 350 أغنية، أوكي. في نصهم تقريبا، في نصهم يعني في 150 أو 170 أغنية أنا بعمل تعقيب خلف كل أغنية، يا إما بذكر المناسبة أو ذكرى مرتبطة بيها، أو بلفت النظر لحاجة ما بحبش إنها تعدي على اللي بيقراها. يعني أقول شوفوا هنا قال إيه، شوفوا هنا صور الفكرة دي إزاي. يعني دي بقى حاجة أنا تعليقي، عشان كده هو الكتاب مكتوب عليه. يعني طبعا يعني محتاجة بتحكي كده، قعدت أقول مين هيبقى رايق قوي إن هو يقعد يقرأ حاجة كده أو يجيله المزاج، لان انا حاسه ان ده برضو نوع من الثيرابي يعني. والله بصي اللي اخذوا الكتاب قالوا لي حاجه جميله جدا، وده اللي فعلا يعني قراءه هذا الكتاب تكون كده. يعني واحده صاحبتي قالت لي بصي انا حطها على الكومودينو جنبي كل يوم اقرا 3-4 اغاني واشوف اللي انت كاتباه وراها. هو كده، لان هي مش قصه قبل النوم. يعني انت هتمسكي او في اي وقت قاعده في نادي، قاعده في البلكونه بتشربي فنجان قهوه، خديه حته حته. هو مفيش اي صراع انك انت لازم تخلصيه مره واحده، او انت مش بتتابعي حدوته، لا. بس هي تريح الاعصاب انك لذيذه. هي انا يعني لما تعمليها كده، الجزء الثاني اللي هو ان شاء الله هينزل في بقى تشكيله كبيره جدا، اللي هي اغاني الاسره، الاغاني الشعبيه، الاغاني الوطنيه، والاستعراضات الكتيره جدا من الافلام، وبعض الاشعار اللي هو القاها بصوته. في نهايتها بقى يعني عملت برضو التعقيب ده، وفي النهاية أنا عملت زي رؤية نقدية، قلت أنا لنا محترفة ولا أنا دارسة، أنا بنقد أو ببص لشغل أبويا كمستمعة، كواحدة بتذوقه من ضمن الناس الكتير اللي بتحب أعماله. فكتبت مثلا حسين السيد والمرأة إزاي بيعبر عنها، حسين السيد والألفاظ وغزارة الألفاظ إزاي، ومثلا كلمة الجنة والنار دي تلاقيه في كمية أغاني، وكل مرة بيستخدمها استخدام مختلف. حسين السيد هو مسؤولية الكلمة، إزاي الكلمة عنده كانت مهمة، إنه لازم يدي رسالة في كل أغنية، حتى لو كانت أغنية بسيطة، أغنية تضحك، إنما عمره ما نسي مسؤولية الكلمة. ازاي حسين السيد والاقوال المقصوره، ان مثلا شالوا الدو جابوا شاهين، بقينا نقولها وعيش الروح ملوش اخر لكن عيش الجسد فاني. مثلا عم حزنبل، كلنا دلوقتي نقول ايه انا عايزه من ده حزنبل، جاب منين كلمه حزنبل دي؟ كل كلامه باقي يعني. يعني هو قرب من الناس، متهيألي ده شغله في التجاره، قربه من الحس الشعبي، خلى عنده حس شعبي لذيذ قريب من الشارع، رغم انه ثقافته كانت فرنسيه ومدرسته كانت فرنسيه، فبقى عنده الجانب الرومانسي الشيك، وكمان الناحيه الشعبيه اللي خلته يكتب كعب الغزال وحاره السقايين يعني. يعني فهو التنوع جاء من هنا، من النشأة والدراسة والتجارة اللي اشتغل. ازاي يجيب كعب الغزال؟ هو كان في الفرير، ورغم ان جدي كان شديد وما كانش الاول عايز يدخله فرير، لكن اصحابه قالوا له مش انت عايزه يبقى ملتزم ويبقى جامد كده،
هي البيرات المدارس دي هي اللي بتطلع بتعمل راجل، اوعى تفتكر انه هيتدلع. فدخل الفراير فعلا. مدة زواج حضرتك كام؟ 30؟ انا 30. انا اتجوزت سنه بالظبط قبل ما بابا يتوفى بسنه، سنه 82. فيعني انا دلوقتي 18 38 سنه 39 سنه. ادينا روشته ازاي ممكن حد يبقى محافظ جدا على انه يحافظ على تراث باباه بمجهود، يخلي باله من ولاده، يخلي باله من زوجه، ويخلي باله من كل الحاجات دي ويستمر هذه الفترة. ادينا روشتة للناس دلوقتي ازاي واحد يستمر 40 سنة في زواج. بكوكتيل. بيبتدي بالحب طبعا. بس الحب لوحده ما يقومش جواز على فكرة. فالحب مع الاحترام، مع صبر، مع تسامح، مع تحمل. كل ده يعني. تسامح ازاي يعني؟ يعني لازم الواحد يفوت. ما فيش حاجه كامله. واللي بيحلم بحياه كامله بيحلم بزياده يعني. لان الحياه يعني ممكن الواحد يبقى راجع من شغل، واحد راجل بيشتغل طول النهار راجع يقول كلمه مش لطيفه، او يعني ما نحاسبش على كل حاجه. خلاص، ولو جه بقى طبطب عليك وقال لك معلش ما تزعليش، حقك بقى الكرامه وحقك يعني الاصل. هي في حاجات بتحتاج الكرامه، بس الكرامه انا دايما اقول كده، مش كل الكرامه ضعف ولا تنازل. يعني 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 ان الواحد التنازل التنازل مش ضعف. وبعدين الواحد لازم دايما يفكر انه مش لوحده. يعني اي بالظبط، يعني وجود الاب مهم جدا. ف يعني ما فيش واحده تستنسلخ من حياتها الا في اسباب معينه طبعا. يعني في حاجات معينه زوج بقى بيهين وبيضرب بيقل ادبه، لا الحاجات دي ما فيش ست تقدر تستحملها. ولكن في امور بتحتاج من الست دايما انها تفكر في الولاد كمان ونشاتهم وسعادتهم. وفي نفس الوقت في العشره بقى لما بينك وبين جوزك، هي كفيله انها تخليكي تليني في مواقف كتير. مع بقى أدب الحوار. أنا دايما أقول هو ده أهم حاجة في العلاقة الزوجية، أدب الحوار. حتى وأنا بتخانق المهم ما نغلطش، لأن أنت ساعات المشكلة الأساسية على فكرة تروح وما تبانش ده أنت قلت لي كذا وأنت قلت لي كذا. يعني فالحوار لازم تخلي بالك منه مؤدب طبعا. وأنا كمان أكون مؤدب. يعني ما ينفعش أننا ننسى ده وإحنا بنتخانق. طب اختملنا بقى الحوار بحاجة أستاذ حسين قالها لك، أو نصيحة، أو حاجة نفعتك قوي في حياتك وانت صغيرة أو قبل ما توفي. بصي هقولك حاجة، أنا بتهيألي أنا خدت منه طابع، ويمكن ده يكمل السؤال اللي حضرتك سألتيه، ازاي الواحد يقدر يستمر وكده. بابا كان فيه ليها دعوه بالنشأة والتربية طبعا. واللي بتشوفيه حضرتك يعني. انا كنت بشوف ان بابا كان دايما يعمل حاجز بين مشاكله وبين علاقته معانا. يعني قابلته فترات، عايزه اقول لك مثلا بعد حرب 67 وكده، انا فاكره الفتره دي كان ما فيش شغل تقريبا، ما فيش بقى حفلات الغنائية، وما فيش الفوازير اللي كان بيعملها كل سنة. يعني الدنيا حصل فيها ركود. لكن أنا عمري ما شفت بابا ده مهموم لدرجة إن هو يحملنا الهم معاه. مكانش يصدر لكم ده خالص. يعني بالعكس، هو على طول حاسس إن ده من حقنا إحنا البهجة، ومن حقنا إحنا إننا ما نشيلش الهم. دي حاجة. الحاجة التانية، كنت دايما احس حتى في قرايبنا، يعني مثلا ولاد اخواته هو، ها اللي هو يعتبر هو خالهم مثلا، كان ممكن يسمع منهم اي مشاكل. وكانوا بيقولوا على فكره، يعني هو كان بالنسبه لهم الاب بقى، شخصيه الاب او واخد مكان الاب. كنت احس ان بابا ده ممكن تقولي له اي حاجه في الدنيا وانت مش خايفه، وانت مش قلقانه. رد فعله دايما استنى ويسمع، عمره ما هينفعل ولا ايه ازاي ده حصل. انا متهيألي انا اخدت دي منته. فانا بقيت يعني اتمنى ان انا اكون لحد كبير. يعني يمكن احيانا بحس ان انا يجوز بتحمل اكتر من ما استطيع، بس عمري ما ندمت ان انا عملت كده.
يعني دايما احس انه ده الاصلح، ما دام ده الاصلح اعمله. واعتقد ان خدت ده من ابويا. احنا في انتظار الجزء الثاني، وان شاء الله الناس كلها. بس حضرتك بتقولي مش موجود ولا موجود؟ لا والله هو في كل المكتبات بتاعه الهيئه العامه للكتاب، اظن في شارع الشريف وشارع الجمهوريه، حضرتك في النت موجودين. عاشق الروح. لان فعلا لازم نحافظ عليهم. تالي مكتبتنا في البيت لازم يبقى فيها كتاب زي ده، لان لما حضرتك بتسردي الاعمال كده فتره جميله قوي. ايوه هتعيشي معاها على فكره. حتى لو ما عشناهاش حضرتك لما بتقولي دلوقتي، انا مثلا ما عشتش الفتره دي، لكن كل الافلام دي عارفاها بالظبط وبحبها وبتفكرني برضو بوقت طفولتي لطيف. فتهيالي ان ده يعني هيضيف لنا بهجه شويه في ان احنا نفتكر الزمن. وزي ما بقول لك هو ايه يعني، خدي اللي يقراه يعني، ما فيش اي استعجال، فده اللذيذ اللي فيه. كل يوم تقري ثلاث اربع اغنيات وتشوفي المناسبات والذكرى اللي كانت معاها. ولما تسمع يعني لما تقري كلام حلو هتحسي جوه بجمال. اعتقد كده، اعتقد كده. بشكرك جدا. انا متشكره خالص خالص، وميرسي جدا. والاداره للحوار كانت جميله وسلسه يعني. انا سعيده جدا. ميرسي يا حبيبتي. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله.